تفسير رؤية المانجو في المنام. رؤية المانجو بشكل عام لها دلالات كثيرة وتحمل العديد من البشائر لصاحب الرؤية، وتختلف تلك البشائر حسب كل حالة. رؤيتها في الكثير من الأحيان تشير إلى الابتعاد عن الغم والضيق، وتختلف حسب حالة المانجو والحالة التي تم رؤية المانجو فيها. تابعوا معنا. تفسير رؤية أكل المانجو في المنام للعزباء. إذا رأت الفتاة العزباء في منامها أنها تأكل المانجو، فهذا دليل على زوال همومها وابتعاد الغم والضيق عنها بإذن الله. أما إذا رأت هذه الفتاة العزباء أنها تتناول المانجو في منامها بسعادة كبيرة، فذلك يشير إلى قرب زواجها وإلى سعادتها أيضا بهذا الزواج. تفسير حلم المانجو الناضج. إذا رأى شخص ما في منامه ثمار المانجو الصفراء الناضجة، دل ذلك على قدوم الفرح والسرور لصاحب الرؤيا بإذن الله. تفسير رؤية قطف المانجو في المنام. من رأى في منامه أنه يقوم بقطف ثمار المانجو من الشجرة وكانت الثمار في حالة جيدة، فهذا يشير إلى السمعة الجيدة لصاحب الرؤيا وأخلاقه الحميدة. وإن رأى ذلك الشخص المتزوج، فهذا يدل على محبته لزوجته وعلاقتهما الجيدة معا. ومن الممكن أيضا أن يعني قطف ثمار المانجو في المنام السفر والترحال لمن يفكر في هذا الأمر في الواقع. وقد تشير أيضا إلى الحصول على المال الحلال، وقد تكون بشرة خير سيسمعها صاحب الرؤيا قريبا. أما إذا كان صاحب الرؤيا يعاني من مشكلة، فسيتم حلها في وقت قريب بإذن الله تعالى. أما إذا رأى شخص ما في منامه أنه قام بقطف ثمار المانجو وكانت حالتها غير جيدة، أو أن لها رائحة نتنة أو كانت فاسدة، فهذا قد يشير إلى بعض الكلام السيء وتعرض الرائي لبعض المشكلات. إذا كان الرائي متزوجا، فهذا يدل على وجود بعض الخلافات التي قد تحدث بينه وبين زوجته، ويجدون صعوبة في حلها وتجاوز الأمر. تفسير حلم عصير المانجو للعزباء. إذا رأت فتاة عزباء في منامها أنها تشرب عصير المانجو، فهذا يشير إلى تيسير عملها أو إنجاز عمل ما في حياتها، وقد يكون تجارة أو ربح ستناله بدون الكثير من الجهد والتعب. إذا رأت الفتاة العزباء في منامها أنها تقوم بإعداد عصير المانجو بنفسها، فهذا يشير إلى أنها مقبلة على موضوع زواج ناجح، أو أنها سوف تصادف شريك حياتها، أو سيأتيها مال أو وظيفة. وجود ثمار المانجو في المنام للفتاة العزباء عامة يدل على الخير والراحة والسعادة التي ستنالها هذه الفتاة. وإذا أكلت من ثمار المانجو في منامها، فهذه بشرى بوجود أخبار سعيدة وسارة لها في الطريق، وقد يكون تفريج هم وغم في حياتها بإذن الله. ما تفسير شراء المانجو في المنام؟ رؤية شراء المانجو في المنام دليل على الخير وسهولة العمل وصلاح أمور صاحب الرؤيا. المانجو الخضراء في المنام للعزباء. أما من يرى في منامه ثمار المانجو الخضراء، فهذا يشير إلى وقار وحكمة صاحب الرؤية في كل تصرفاته، كما أنها بشرى بقرب الفرج للرائي وزوال همومه ومشكلاته بإذن الله تعالى. حلمت أني آكل المانجو وأنا حامل. أما إذا رأت المرأة الحامل في منامها أنها تأكل من ثمار المانجو، فهذا يشير إلى سلامة صحتها وصحة جنينها، وأن هذا الجنين سيكون مرحا ولعوبا حينما يكبر.